البوليس كيحيدو صحاب الطاكسيات كيوقفو دوزيام بوزيسيون. اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة شوف تي في ومرحبا بكم على فهاد مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء بالضبط من كراج علال. كما كتشوفونا كراج علال ممتلئ عن اخره عامرة الدنيا بزاف. نمشيو ليه رجال الامن في هذه اللحظات هما اللي حاضرين هما السلطات كنت كيستسلم في الطريق. السلطات كيحاولوا انهم يجروا دوك الفراشات انهم يطلعوا الفوق. يعني شارع محمد السادس كله مبلوكي سيارات. السبت والحد كيكون عامر بزاف، الناس كيجيو يتغداو من مختلف مدينات الدار البيضاء وخارج مدينة الدار البيضاء كلشي كيجي يتغدا. علاش كيعمروا الطريق القيد والسلطات كيحيدوا الناس في الشارع لحقاش الناس كتفرش في الشان السلطات كيحاولوا انه يحيدوا الكراس. لحقاش دابا عرفتي المشكله هو كيفرشوا وسط الشان كيهضروا معاهم طلعوا غير الطريطوار بعدا باش يبقى شويه الشانطي منين يدوزو هادو. الملحقة اللي تاع السلطان ان باش تحيد هذاك راه بزاف فراشات بزاف. صعيب انت هو دابا داز القيد دابا هو عوان السلطان هما رجعوا القرار عاوتاني بلاصه هو حيد هادو مشى او ودابا المشكله الا جاي يحيد لهم كرارت بالمره يحيد لهم الكرارت من هنا يداهم لهم غايقول لك حشومه حيدتيهم لهم هذه مشكله حل. هو الحل ما شكرا لكم مشاهدي قناه شوف تي في في مباشر اخر ان شاء الله.